الناس اللي بتتفرج علينا، ارجو ان انتم يعني مش هقول يعني انتبهوا قوي لكل كلمه بتتقال هنا وكل شرح بتشرح. ما الكلام ده ممكن كنا ما نطلعوش في التلفزيون خالص ويتعرض عليا زي ما هو اتعرض عليا قبل كده، قبل ما يتصدق على ده او قبل ما تشوفوه هنا. ده احنا الكلام ده بقى لنا فيه 7-8 أشهر ولا سنه شغالين في دراسات مع وزاره الزراعه وزاره الري، وايضا مع الهيئه الهندسيه في خطوط النقل اللي بيتكلم عليها. المواسير اللي انتم بتشوفوها دي الماسوره 2 متر. ايوه فندم، في 2.20 متر وفي 2 متر، يعني خلينا نقول 2 متر. انت النهارده بتتكلم في 400 كيلو مواسير 2 متر، تكلفتهم كام؟ ثم العبء الهندسي في عملهم، انك انت تفتح لهم في الارض وتشق مجرى لهم ثم تنزلهم وتعزلهم، حاجات كتير كده عشان في النهايه توصل الميه دي للاماكن اللي انت عايز توصلها ليه. وبالمناسبه هو قال في 18 محطه، محطه رفع يعني ايه؟ يعني المكان ده عكس اتجاه الانحدار الطبيعي يا دكتور مصطفى للميه. يعني ايه؟ يعني احنا بنطلع ارتفاعات، مش بنمشي عكس الدلتا وعكس كل مصر. مصر جايه الميه من اسوان نزل لغايه البحر المتوسط بالانحدار الطبيعي، ما ندفعش عليها فلوس. هنا بنعمل لها محطات وهندفع لها صيانه وكهرباء، صيانه وكهرباء وتشغيل المحطات ديت عشان تفضل توفر الميه لهنا. يتبقى سؤال، احنا هنخلص المشروع ده امتى؟ ان شاء الله فندم احنا كنا مخططين اخر السنه اللي جايه ان شاء الله، ولكن احنا عندنا يعني موضوع كده بنحله. حجم المصانع اللي بتنتج المواسير في مصر مش مكفيه الطاقات اللي مطلوبه سواء هنا او في الدلتا الجديده، حجم كبير جدا مطلوب في توقيت واحد. وكمان بيجي لنا بعض المشاريع السريعه فالموازنه صعبه جدا، ويمكن انا طلبت من شركة كونكورد وشركة السويدي انهم يعملوا مصانع للمواسير، وبالفعل السويدي اشتغل وشركة كونكورد عملت خط وطلبت منها تعمل خط جديد ان شاء الله في خلال شهرين هيبقى موجود في مصر. الطلب عالي جدا يا فندم، جدا جدا جدا، واللي موجود اللي معروض او المنتج اللي بيطلع من المصانع مش مكفي او الاحتياجات بتاعتها، فربنا يسهل في خلال المدة اللي جاية. وكمان يعني احنا حتى في القوات المسلحة بنعمل مصنع، صدقنا ان نعمل مصنع كمان بولي إسيلين هيساعد برضو معانا في الانتاج. طب برضو التوقيت قد ايه؟ والله يا فندم ان شاء الله يعني هنوعد سيادتك على اخر السنة بامر الله ان ننتهي من المشروع ده ان شاء الله. والترمبات ما فيش مشكلة فيها في تدريب؟ لا الترمبات سيادتك صدقنا وعرفنا. انا عارف، لا انا بتكلم على ان احنا لان هي كانت خمس شركات. ايوه فندم مش كده؟ تمام، وتعاقدنا معاهم والاجراءات ماشيه، واحتمال الشهر الجاي هتبدا تتورد الترمبات. طيب ترمبات عملاقه، واحنا بقيه الانشطه داخل الارض شغالين، من تسويه، من شبكات ري، من شبكات كهرباء، تمام، من طرق ومبيعات، ماشي تمام ان شاء الله مش كده؟ عشان ان شاء الله الموضوع كله على بعض، على التوازي كله مع بعض. طيب اتفضل.